يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة دعما للأشقاء الفلسطينيين، إضافة لدخول شاحنات وقود، فضلا عن استمرار المعبر في استقبال المصابين والجرحى ومزدوجي الجنسية وتسهيل مهمة الوفود والمنظمات التي تتابع الأوضاع هناك. ولمزيد من المتابعة ينضم إلى مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك. نعم، بعد التحية، يعني إضافة إلى الجهود السياسية التي تجريها مصر للوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة، تستمر الجهود المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة. يعني نتحدث تحديدا عن مدينة العريش هنا التي تقدم عدد كبير من الخدمات. هذه الخدمات تنقسم ما بين مطار العريش وميناء العريش والمستشفيات الموجودة التي تقدم الخدمات الصحية المصابين. يعني مطار العريش، يعني آخر الطائرات التي استقبلها مساء أمس، نتحدث عن 4 طائرات من دول قطر والأردن وليبيا وإيطاليا، وتستمر تدفق المساعدات عبر المخازن الموجودة هنا في مدينة العريش، بالإضافة إلى ميناء العريش حيث نتحدث عن سفينة إيطالية وأخرى فرنسية تقدم كل الخدمات الصحية والعلاجية وأيضا القيام بعمليات الجراحية للمصابين الذين يتم نقلهم على الفور إلى هذه المستشفيات. هذا فضلا عن تجهيز مستشفى العريش وبئر العبد والشيخ زويد. لكن بالانتقال إلى معبر رفح، هذه النقطة الهامة التي لا زالت تستقبل البوابة المصرية لمعبر رفح عدد من الشاحنات، يتم دخول هذه الشاحنات إلى منفذ العوجة. منذ صباح هذا اليوم دخل من البوابة المصرية لمعبر رفح أكثر من 100 شاحنة بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شاحنات الوقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز تم دخولهم بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه ما وصل إلى الجانب الفلسطيني من هذه الشاحنات تتحدث عن 60 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى أن المعبر لازال أيضا يستقبل عدد من المصابين. نتحدث عن أن المعبر استقبل حتى الآن 20 مصابا يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، بالإضافة إلى 200 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية. المصابون والجرحى الذين يصلون إلى معبر رفح يتلقون كل الخدمات الصحية الكاملة وصولا إلى المستشفيات التي يتم نقلهم إليها. هذا بالإضافة إلى أن مطار العريش أيضا محطة هامة في استقبال الوفود وأيضا الزيارات الهامة التي تتابع كل الشاحنات الموجودة في مدينة العريش. نتحدث عن أن مدينة العريش تحولت أيضا إلى محافظة مليئة بالشاحنات وأيضا سيارات الإسعاف التي أتت من الدول المختلفة. نتحدث عن المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، عدد من سيارات الإسعاف التي أتت من هذه الدول موجودة الآن في مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى معبر رفح لدخولها لتدعم المستشفيات الميدانية وتدعم أيضا الجرحى والمصابين. في ظل بالطبع التدهور الصحي الموجود في قطاع غزة وصعوبة انتقال الجرحى والمصابين إلى عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في هذا الوقت تفتح مصر ما نتحدث عن 25 مستشفى يعني تستقبل كل هؤلاء المصابين. نتحدث على أن مصر منذ اللحظة الأولى لاستقبال الجرحى والمصابين وصل عدد المصابين إلى أكثر من 1000 مصاب، بالإضافة إلى عدد الطائرات أيضا الذي وصل إلى 352 طائرة بالفعل هبطوا في مطار العريش لتسهل مصر مهمة دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة. فالجهود المصرية مستمرة لم ولن تنقطع فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة حتى الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل القطاع. صحيح، أشكرك الزميل محمود جميل من مدينة العريش، شكرا جزيلا لك.